بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عددنا وساعدنا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك انفعنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفرج كرب عن المكروبين وفرج الالم عن المألومين وادخل الفرح على قلوب المحزونين واختم لنا ولسائر المسلمين بختمة السعادة اجمعين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا في ارزاقنا وفي اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا وال بيت نبينا وكل من سالنا الطاعه يا رب العالمين. والف بين قلوب عبادك المؤمنين وولي علينا خيارنا وتولي علينا شرارنا ونعوذ بك يا رب من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين واحفظ صفوف المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في المقربين ونعوذ بك من شرورهم. وفرج الكرب عنا وعن المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن غير التقريب للقضية بشجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في أحكام القراض. القراض للقرض. القرض إن الإنسان يقترض من إنسان آخر مبلغ أو شيء ثم يرد، ده اسمه القرض، إن أو اسمه السلف بلغة المصريين، يستلف. لكن القراض ده نوع من استثمار المال، يكون إنسان عنده مال ولا يحسن استعماله ولا تنميته، وإنسان ما عندوش مال لكن يحسن تنمية المال ويحسن التجارة. يومين اللي عنده المال ده بيدي ماله لهذا العامل الذي يحسن استعمال المال، يقوم يستثمر له مال في التجارة. هذا العقد بين المالك الذي لا يحسن تصريف المال وبين العامل الذي يأخذ المال من المالك ويحسن تصريف المال فيه من أجل الاستثمار، هذا العقد اللي تم بينهم اسمه القراض. يسألوا يسمون المقارنة. هنقرأ النهاردة أحكام المقارنة، لأن كتير من الناس ساعات يبقى عنده مال يقوم يديه واحد يقول لك إيه هستثمره لك. يستثمره لك يعني اسمه قراض، يبقى أنت لازم تعرف بقى إيه أحكام هذا الأمر، لأنه كتير الوقت مستعمل. وده بتطلع بعض الناس نصابين كمان، ينصبوا على الناس ياخد المال منهم على إيه، على أمل إن هو هيستثمره ويديهم جزء من الربح، وفي في الآخر يطلع نصاب. كتير بتحصل، فلازم الواحد يعرف إيه الأحكام المتعلقة بهذا الأمر، لأن في كل عصر إيه الناس محتاجين هذا الأمر. في كل عصر تلاقي الناس أغنياء عندهم أموال ولا يستطيعوا تصرفها بسهوله. يعني ما عندوش لا يحسن التجاره، لكنه عنده مال، وفي نفس الوقت متضايق انه شايل ماله كده، الاسعار بتغلى والمال زي ما هو. فبحد ذاته ده، وبعدين يجي يحطه في البنك، البنك استثماره ضعيف، وبعض الناس يقولوا البنك كمان فيه شبهه بالارباح، وبعض العلماء اجازوها وبعض العلماء جوزوها، فبقت دي مشاكل كتيره بتلجي الناس الى انهم يستامنوا بعضهم البعض في زمن رفع فيه الامان، وفي الاخر بتنتهي ان هو المال يضيع ياخده وفي الاخر يضيع. فنسال الله ان يسلم. فصل في احكام القراض. وهو لغه مشتق من القرض، وهو القطع، وشرعا
دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهم. يبقى ده تعريف الشرع، ان مالك المال يدي ماله للعامل اللي هو هيشتغل فيه يعمل فيه مقابل ان الربح بينهما بقدر المعلوم على حسب الاتفاق. لازم يكون الربح بينهما بقدر المعلوم. يقول له ايه الربح؟ بالمناصفة او بالمثالفة، او تاخد انت 40% من الربح ولا 60% زي ما انت. المهم لازم يكون محدد له قبله قد ايه من الربح، ما يسيبهاش عليه والا يبقى عقد باطل. واضح؟ والربح بينهما وللقرار 4 شروط. احدها اول حاجه، في 4 شروط لازم عشان يتم القرار بصوره صحيحه. احدها ان يكون على نقد، والنقد اللي هو النقد. النقد يعني عارف انت كلمه نقد دي كلمه صاحب زي عرضيه قديمه، وهي لما يكون الذهب والفضه تحول الى عمله يسموه نقد. نقد يعني تحول الى عمله، لان ممكن الذهب والفضه يبقى حليه، ممكن يبقى زينه، مش كده برضه؟ لكن اذا تحول الى عمله يسموه نقد الذهب او نقد الفضه، يعني صارت عمله. كويس؟ فيبقى لازم يكون على عمله متعارف عليها فيها قبول عام عشان يستطيع يشتري ويبيع بيه. يبيع ويشتري يعني ايه؟ يثمر المال وياخد ربح. فيبقى اول حاجه ان يكون على نقد، اي نقد من الدراهم والدنانير الخالصه. لازم تبقى دنانير ودنانير ودراهم خالصه، يعني مش مغشوشه، مش مزيفه، يعني عملة مزيفة ما ينفعش، لازم تديله عملة في قبول عام في استعمالها عشان يعرف يستثمرها. فلا يجوز القرار على كبر اللي هو الذهب وهو لسه في معدنه فيه شواهد، قبل ما يبقى ذهب خالص وقبل ما يبقى عملة يسموه تبر. ما ينفعش ان انا اديله شوية كومة تبر كده قفة اقول له تاجر لي فيه، دي لسه عايز اصنعها، ده عايز يشيل منها الشوائب، وبعدين بعد ما يشيل منها الشوائب يوديها لمصلحة العملة تحولها من سكوار إلى دنانير، وفين؟ على ما تبقى صالحة للسوق اللي يتعامل فيه، وبالتالي ما ينفعش يبقى على كبر. فلا يجوز القرار على كبر ولا على حلي، تديله شوية صندوق جواهر كده فيه شوية غوايش على شوية حلقان على خلخال، حتى تقول له تاجر لي يتاجر وياخد الخلخال ده يتاجر بيه، ما ينفعش، هو لازم يحوله الى عمله، مش كده برضه؟ يبقى ما ينفعش برضه حليب ولا على حليب ولا مغشوش ولا على الذهب او شيء مغشوش، لان لازم تبقى عارف القيمه بالظبط. لكن لما يبقى مغشوش يعني مضاف اليه ما ليس منه، ما تعرفش تحدد قيمته، لان مش عارف الشوائب اللي فيه قد ايه. ولا عروض، ولا يكون عروض من عروض التجاره، ومنها الفلوس. الشافعيه عندهم الاوراق الماليه بتاعتنا دي اسمها عروض، ما ينفعش فيها القرار، ده مذهب الشافعيه الاصلي. لكن بعد كده اجاز العلماء، لان الان اصبح التعامل المالي بقى ايه؟ بقى بعروض التجاره اللي هي في صوره اوراق ماليه. فقال خلاص تبقى الاوراق الماليه، لان في قبول عام يحل محله. لكن اصل المذهب لا يجيز، اصل المذهب الشافعي لا يجيز التعامل بالاوراق الماليه اصلا في القرار. كويس؟ فيقول لك ان الفلوس دي اسمها فلوس، يعني احنا حتى بنسميها فلوس. الفلوس دي لا هي ذهب ولا فضه وليست لها قيمه في ذلك، واخد بالك؟ ده هي تتورق، يكتب لك عليها 100 بقت 100 جنيه، يكتب لك عليها 500 بقت 500 جنيه، يكتب لك عليها 50 بقت 50 جنيه، يكتب على 25 قرش بقت ربع جنيه. يعني لكن في الاخر هي ورق، يعني مالهاش قيمه ذاتيه فيها. فهمت ازاي؟ اللي خلاها ليها قيمه القبول العام وضمان الحاكم ووزاره الخزانه وشغلانه ثانيه، لكن هي في ذاتها ما فيهاش قيمه ذاتيه. وبالتالي يقول لك انت بالطريقه دي ما تقدرش تعرف
تستعمل المال ده اللي في صورة عروض تجارة تديه واحد وسعره يتفاوت كل يوم عن يوم ما تعرفش تحسب عليه. انت اديته دلوقتي 100,000 جنيه تجر لك فيهم، بعد 6 شهور ال 100,000 جنيه بقت قيمتهم الشرعيه 10,000، هتحاسبه على ايه؟ هتحاسبه على العدد ولا على القيمه الشرائيه ولا على قيمه اداها ولا ايه؟ يوم يحصل خلاف. وبالتالي الشرعيه قال لك علشان نمنع الخلاف يبقى انت لما تستعمل عروض ما تستعملش اضطراب، استعملها انت بنفسك، لكن ما تجيبش عامل وتعمل مشكله معاه. واخد بالك؟ عايز تجيب عامل يبقى تديله بقى ذهب عشان يبقى الذهب معروف قيمته ومحافظ على نفسه، بحيث اما تيجي تحاسبه تقول له والله انا اديتك ايه قدر كذا ذهب، يبقى لما نيجي نتحاسب نشوف انت عندك قد ايه بعد التجاره، زاد قد ايه ده قيمه الربح الزياده او قل قد ايه بدل الخسران، ونسبه الخساره كنسبه الربح بالنسبة اللي احنا اتفقنا عليه. يعني هو هياخد نص الخسارة أو ياخد نص الربح. هياخد 40% من الخسارة أو ياخد 40% من الربح. واضح؟ يبقى احنا الأموراق المالية دي اسمها إيه بقى؟ عروض تجارة. عروض تجارة. يعني كأن أنا ببدل، بدي لك ورقة مكتوب عليها 100 تديني بدلها أي بضاعة تبيعها 100. وخلاص الورقه دي اديك كذا ورقه قيمتها مثلا 40,000 تديني بدل عربيه، اخد انا العربيه دي اروح بايعها ب 30,000 واديها لواحد ثاني اخد بدلها ثلاجات، اخد بدلها مثلا ادوات منزليه، اخد بدلها بقال، اخد بدلها لبس، اخد بدلها ايه، فكانها تبادل تجاري. لكن مفيش دفع، مفيش حاجة في قيمتها فيها ذاتية إلا الذهب والفضة قيمته فيها ذاتية. واخد بالك؟ عشان كده الأمريكان أفسدوا فساد كبير في التجارة العالمية، لأن هما لقوا إن يبقى الأوراق المالية دي تبقى ليها رصيد ذهبي. هي أول ما طلعت الأوراق المالية قال لك ما نشيل ذهب ونمشي في الشارع مع بعض نتبدل، قال لك خلي الورق المالي ده يحل محل الذهب، ونخلي الذهب يتشال وزارة الخزانة والناس تتعامل بالورق بدل الذهب. كان الجنيه الذهب الورق ده يساوي ليه ذهب، زائد كمان تكاليفه ايه؟ تكاليف قمعه، فكان يمكن يبقى قيمته اكثر من الجنيه الذهب. وعشان كده كانوا قالوا ايامها بقى كان الطراد ينمو بالجنيه، ايام ما كان الجنيه رصيد ذهب يمثل ذهب. جم الامريكان بقى سنه حاجه و70 عوموا الدولار ولغوا ربط العمله النقديه بالغطاء الذهبي والفضي، لغوه خالص. اوامر الامريكان على مستوى العالم فغرقوا الدنيا، وده سبب ايه النوبات الاقتصاديه اللي هي بتحصل على مستوى العالم دلوقتي، لدرجه الناس تفلس وناس تغني فجاه وناس مش، والاضطراب في الاسواق العالميه، كل ده بسبب الشيطان الامريكاني اللي عمله على مستوى العالم، وخلوا الذهب يمثل حاجة والإيه والأوراق المالية دي يبقى إيه؟ عروض تجارة، عرض وطلب وخلاص. وسموه عوموا الدولار. عوموا يعني بقى إيه؟ عايم على حسب العرض والطلب، ما بقاش إيه ثابت على ميزان ثابت لما كان. وبالتالي الحكومات ممكن كل ما يقل عندها النقد تروح طالعة شوية ورق، يقوم يحصل إيه؟ تضخم. وعلماء الاقتصاد طبعا ممكن يقعدوا يقولوا لك قد ايه بقى المضار الشديده لما تكتر العمله ويقل الانتاج. قد ايه مضار؟ يقوم الجعان يزداد جوع، والفقير يزداد فقر، والغني يزداد غنى، والتفاوت الطبقي، والاضطراب اللي ايه؟ اللي موجود الذي لا نهايه له. وده كان بدايه الفوضى الخلاقه، اللي هي فكر الفوضى الخلاقه، حولوها حتى في التعاملات الماليه. واخد بالك؟ اللي هي دلوقتي بيعملوها في السياسه، وبيعملوها على مستوى الحدود السياسيه، بيعملوها على مستوى حتى التعليم، على مستوى حتى الفلسفه، حتى على مستوى الادويه. بعض الامراض مش معروف لها علاج، فيقول لك اديله ادويه الاخبار يمكن يتحسن. بيعملوا كده ويقعدوا يجربوا في الناس. كل حاجه في كل المجالات خدت من مفهوم الفوضى الخلاقه. فالمجال الفوضى الخلاقه على مستوى الاقتصاد ان هم لهوا ربط بحاجه ثابته. هو الذهب والفضة.
علماء الدين طبعا مضطرين ان علشان الناس مصالحها تمشي يخالفوا اصل المذهب ويقول لك خلاص الاوراق الماليه دي ينفع تعمل بيها قراض وتديها لعامل يشتغل بيها وتبقى يا اما تتفقوا قيمتها الشرائيه هي اللي خدها ولا قيمتها العقديه هي اللي خدها واتفق بقى وانت ونصيبك واخد بالك. فلما اديها له مثلا هديله انا دلوقتي 1,000,000 جنيه تجر لي فيهم احسبهم له يساوي قد ايه ذهب عشان لما نيجي نتحاسب بعد كده تفضل قيمته الشرعيه ثابته لان الذهب ثابت والقيمه الشرعيه هتختلف. ولا عامله بالرقم خلاص خدت 1,000,000 بعد سنه نتقابل ال1,000,000 دول بقوا كام؟ يقول لي بقوا 1,100,000 يبقى احنا كسبنا 100,000 المكسب بالنص يقول انت 50,000 ولا 50,000. فاي وقت تقول له والله انا عايز فلوسي يروح يحول لك التجاره اللي عنده الى اموال يدي لك 1,000,000 جنيه. فرض العقد. فهمت بقى المسألة؟ لكن أصل دراسة المذاهب ده ما ينفعش يبقى قرار أصلا للأوراق المالية. يبقى العلماء برضه بيراعوا تغيرات الظروف علشان حياة الناس تمشي، لأن مراعاة المصلحة من الأمور المطلوبة شرعا. فلو جيت في الزمن بتاعنا قلت للناس يا جماعة الأوراق المالية دي لا تصلح للقرار توقف السوق. طب والناس هتعمل إيه؟ هتتعامل زي الذهب والذهب ما بقاش اصلا عمله. يعني حتى لو انت قررت تتعامل بالذهب مش هيبقى في قبول عام. يعني ما ينفعش تروح مثلا البقال تدي له حته ذهب وتقول له اديني بدلها 3 كيلو جبنه مثلا. هيقول لك روح الجوهري يشوفها لك كيلو جرام الذهب بكام وقيمتها كام دلوقتي. يعني فوق حالك ما تعرفش تشتري وتبيع كل لحظه. لكن على اي حال لازم تدرس انت اصل المذاهب علشان تشوف التغير اللي بيحصل ويطرا على الحياه بعد كده. وعشان كده يقول لك ولا عروض. ومنها من العروض دي ايه؟ الفلوس. كان زمان ايام الشيخ البيجوري عاملين بعض العملات النحاسيه والجمازيه عشان لما يفك الدرهم ويفك مثلا الدينار يدي لك شويه عمله نحاسيه او عمله برونزيه. فيقول لك العمله البرونزيه دي والعمله النحاسيه دي فلوس. دي لا زكاة فيها ولا يأكلها ربا. واخد بالك ازاي؟ وليست لها قيمة ذاتية بذاتها ولا يصح القرار بها. واخد بالك ازاي؟ لكن دي معمولة عشان ايه؟ التعاملات في الفك. يعني بيبقى كل بالك فكة تبقى انت برضه اسمك مفلس عشان كده فلوس جاية من الفلس. فاللي عنده فلوس يبقى مفلس لأنها جاية من الفلس. فهمت ازاي؟ والثاني يبقى أول حاجة تبقى إيه؟ تبقى على عملة ناضة يعني معتمدة معتادة وفيها قبول عام وتكون من ذهب أو فضة. كويس؟ ده الأول الشرط. وبالتالي ما تنفعش في الحاجات التانية. والثاني تاني شرط أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. أنا دلوقتي رب المال يعني صاحب المال لكن ليس عندي خبرة في السوق. العامل ده عنده خبرة في السوق طويلة في التجارة. فالمفروض إن أنا أديله المال يتاجر فيه بلا شروط مني أقيده، لأن أنا أقيده إزاي وأنا ما عنديش خبرة؟ ولو قيدته يجي يقول أنا خسرت بسبب القيود بتاعته. ما أنت لو سبتني بحريتي كنت كسبت لك مال. فأنت قاعد تقيدني تقول لي اعمل كده واعمل كده والسوق مش مستحمل. فاهم؟ يبقى بالتالي علشان ما يحصلش نزاع طالما العامل عنده خبرة في السوق والمالك ليس عنده خبرة في السوق يبقى لا يقيده ايه بقيود، يعني يديله المال ويقول له تاجر والربح بيننا مناصفة أو شبه. ما يقولوش بقى ايه كل ما تشتري حاجة اتصل بيا وخد إذني، كل ما تبيع حاجة اتصل بيا وخد إذني، ما ينفعش. طب ممكن أنت كنت مسافر أو كنت بتعمل عملية أو اتصلت بيك وكان التليفون مشغول والعقد ضاع مننا بسبب ان انا اتاخرت في الاتصال وضاع مننا مكاسب طائله. فكل ده يخلي العامل كانه مشلول مش عارف ايه اللي يحصل. فيبقى ايه؟ مشروع الاضطراب نفسه يفشل. يبقى تاني حاجه ان ياذن رب المال للعامل في التصرف اذنا مطلقا. كويس؟ فلا يجوز للمالك ان يضيق التصرف عن عامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني أو لا تشتري إلا الشنطة البيضاء مثلا. يعني نوع من القمح النادر يعني. إذا كان هو تجار شبوب مثلا تبقى ما تجرش إلا في
حبوب النادره دي. طب ازاي هي نادره وتاجر فيها وانا عايز اقلد المال؟ ودي نادره يعني نادر ان انا اجدها ونادر اجد من يطلبها. طب اقلب المال ازاي بقى واكسب؟ فهمت؟ ما نشتركش انه ايه؟ ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا. قوله هنا او فيما اي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده والده، لكن ممكن يقيده بشيء لا ينقطع والده. يقول له بقول لك ايه؟ خد الفلوس دي وتاجر مثلا في الحبوب الغذائيه. الحبوب الغذائيه يكون فيها بقى الرز والقمح والشعير والذره، اي حاجه بقى ممكن، لان السوق لا ياخذ منها قليلا. او ده قيد كانه مطلق. لكن حدد له مجال التجاره في المجال الفلاني، لكن مش النوع. وما قالوش كمان كل ما تشتري وتبيع تاخد اذن. فالقيد ده يقول لك يمشي. يعني ممكن يحدد ان الاضطرار بتاعه واستثمار ماله يبقى في مجال مثلا تجاره القماش، تجاره مثلا فاكهه معينه لا تنقطع طول العام. تكون موجوده طول السنه. ما يتفقش معاها على فاكهه تكون نادره في الحصول عليها. خدت بالك؟ وعشان كده يقول او فيما اي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا. فلو شرط عليه شراء شيء يمضي وجوده كالخيل البطن لم يصح. يعني يقول له والله ياخد الفلوس دي وتاجر في الخيل البيضاء الصافيه. فيهاش اي لون تاني. طب وهيجيب منين دي؟ خيل من النوع ده ويتاجر ويبيع صعب. يعني اي نوع نادر ما ينفعش تشرطه على العمل. والثالث الشرط الثالث ان يشترط له ان يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. مش يقول له الربح بيننا ويسكت. طب بيننا قد ايه؟ نسبته قد ايه؟ يبقى لازم يبين له جزء معين. الاجر بتاع اللي عارفه. جزءا معلوما من الربح كنصفه او ثلثه. فلو قال الملك للعامل فارضتك على هذا المال على ان لك فيه شركه او نصيبا منه فسد القرار. نصيبا منه ما حددتوش قد ايه، يبقى ده قرار فاسد. طب لو حصل واتفقوا وعملوا كده نعمل ايه؟ يبقى كل الربح للمالك والعامل ياخد اجرته كانه اجير. ونحل العقد. واضح؟ كانه موظف بقى. نشوف الموظف ياخد قد ايه لما يعمل الاعمال دي لمده 3 4 شهور. اجرته في الشهر كام؟ 3000 4000 جنيه. اشتغل معايا 3 4 شهور بالطريقه دي، يقوم يقول له اديله 12000 وخلاص ومشي. ما اشتغلش معاه لان العقد باطل ونديله اجر امير. واضح؟ يتصنع باع عشان ما يفسد على التاجر يعني. خلاص ما العامل ممكن في الوقت يشتكي ما يقبلش الشروط دي، يبقى العقد ما تمش. لكن افرض العامل مش فقير وما فهمش ان الشرط ده يفسد العقد ويشتغل، وبعدين جاء وقت حصل نزاع بينهم راحوا للقاضي، القاضي يحل الاشكال بينهم ازاي؟ لكن هو القاضي هيحكم ببطلان العقد وهيفرق بينهم. طب وبعدين يفرق بينهم الراجل اللي اشتغل ده يديله ايه؟ فاهم؟ هذه كلها. فهيديله اجر اجير ويلغي العقد. يقوم يبقى خد خبره بعد كده، لما يجي يقارض احد لازم يتفقوا على نسبه معاه. فاهم؟ فسد القرار لعدم التحديد او على ان الربح بيننا، لو قال له الربح بيننا تنفع. لان ايه؟ هيبقى مناصفه. لأن العرف بيقول كده، بيقول الربح بيننا يعني معناه مناصفة. إحنا اتنين وما نقول الربح بيننا يعني كل واحد 50%. تفهم كده بالعرف. صح ويكون الربح نصفين. والشرط الرابع والرابع ألا يقدر القرار بمدة معلومة. ما يقيدوش المدة كمان، لأن يمكن المدة دي ما تكونش كافية لتقليل المال. بل ما يتفقش معاه على مده يسيبه بقى حسب السوق بقى. هو جاب البضاعه ودخلها في المخازن وعايز يبيعها، على ما يبيعها تكون المده اللي انت حددتها له خلصت. طب وبعدين؟ ما تديلوش مده، يبقى حسب السوق.
ألا يقدر القرار بمدة معلومة كقوله قاربتك سنة، وألا يعلق بشرط كقوله إذا جاء رأس الشهر قاربتك. يعني يتفق معاه ويقول له إيه في العقد إذا جاء أول الشهر الجاي أبقى أقاربك، الموضوع مش عقد. أما يجي أول الشهر يبقى قبل، إنما الشهر اللي في المستقبل ده كان مبارك وشاب باق، فاهم؟ والقرار يد العامل على المال، يد أمانة ولا يد ضمان؟ والقرار أمانة، يبقى يد أمانة، يعني معناه لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير، إنما لو لم يتعدى ولم يقصر يبقى لا يضمن، واضح؟ والقرار أمانة، وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القرار إلا بعدوان. لما تبقى يد يد أمانة لا يضمن إلا بالعدوان، لكن ما فيش عدوان تعدي يعني يبقى خلاص لا يضمن إلا بعدوان فيه. وفي بعض النسخ بالعدوان، وإذا حصل في مال القرار ربح وخسران جبر الخسران بالربح. واعلم ان عقد القرار جاهز من الطرفين، يعني مش لازم، يعني في اي وقت ممكن العامل يرجع لك فلوس ولا مش تشتغل معاه خالص، مش تروح بقى ايه تقول لا ده العقد شريعه المتعاقدين وانت لازم تكمل، لا في اي وقت هو يغير رايه. وكذلك في اي وقت المالك يقول للايه للعامل هات لي فلوسي وانا مش هشتغل، مش عايز قرار، انا محتاج الفلوس دي هجوز بنتي، هسافر، هروح حج، اي حاجه. يعني مش شرط انك انت تبقى ملزم بالعقد على سبيل اللزوم، بل هو عقد زي عقد الوكاله. عامل زي عقد الوكاله في الايش؟ لان بالظبط العامل كانه وكيل، واخد بالك؟ والمالك كانه موكل، والعلاقه بين الوكيل والموكل علاقه ايه؟ علاقه جواز. في اي وقت ممكن يقول له انا عايز الوكاله تستمر او انا سحبت الوكاله. انا نفس الحكايه. لو كان العامل اشترى الفلوس بالبعض يقوم ينطها له على طول. لما يقول انا عايز فلوس يقول له طب اديني مهله اسبوع على ما اجي واجيب لك فلوس. يقوم يحولها الى مال ويديه له، مش يحولها لمال ويشتري تاني. ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يبقى بيصفي. واعلم ان عقد القرار جاهز من الطرفين فلكل من المالك والعامل فسق. ده خلاصه الكلام المتعلق بالقرار في الهامش مع الشرط. نشوف كلام الشيخ البيجوري، يقول فصل في احكام القرار بكسر القاضي ويقال له المقارضه لان كل منهما مصدر قارض، انما الثانية القرض جاية من اقترض. فهمت ازاي؟ القرض اللي هو السلف جاي من اقترض، انما المقارضة او الاقتراض جاي من ايه؟ من قارضة، مش اقترضة. ففي فرق بين السلف وبين استثمار المال في اقتراض. كما قال ابن مالك لأن كل منهما مصدر قارضة، اللي هي المقارنة والقراض، الاثنين مصدر قارض. كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة، زي ما قال الجوار برضه، قال نفس ايه؟ البيت الشاعر. قال دي خطة الجوار في الشفعة. فاكر؟ فقال الجوار فعال لفاعل الفعال والمفاعلة. ويقال له أيضا المضاربة من الضرب بمعنى السفر. يبقى القراض يسموه كمان المضاربة، لأن المضاربة يعني يضرب في الأرض ليسافر حتى ينمي المال. فجاية برضه من المضاربة اللي هي جاية من الضرب في الأرض. إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، مش كده برضه ضربتم يعني سافرت. ويقال له أيضا المضاربة من الضرب بمعنى السفر، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم باشتمال عليه غالبا. والقراض والمقارضة لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. والأصل فيه يعني الدليل على جوازه الإجماع،
والحاجة، لأن صاحب المال قد لا يحسن التصرف، ومن لا مال له يحسنه، فيحتاج الأول. يعني في بعض الناس عنده مال لا يحسن التصرف فيه، وبعض الناس ليس عنده مال لكن لو عنده مال يحسن التصرف، فيحتاج الأول اللي هو الذي يملك المال ولا يحسن التصرف فيه، يحتاج الأول إلى الاستعمال، إن يستعمل واحد يشغل مال. والثاني اللي هو صاحب العمل ده اللي عنده الخبرة لكن ليس عنده رأس مال، يحتاج إلى العمل، عايز مال يعمل فيه يشتغل. واحتج له الماوردي ومن أصحاب الوقوف الشافعية من الموارد، واحتج له الماوردي بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم حرج في أن تطلبوا زيادة من ربكم، وهي الربح. والآية شاملة للقراض والتجارة. الموردي ده هو السيدة؟ لا، ده الموردي في العراق، اللي السيدة زينب ده راجل ولي اسم الله. والآية شاملة للقراض والتجارة، لأن المراد والله أعلم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في أموالكم أو أموال غيركم، فصح الاحتجاج بالآية من حيث عمومها، وبأنه دليل تاني برضه صلى الله عليه وآله وسلم ضارب لخديجة بمالها في الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في مال ستنا خديجة ايه في الشام على نسبة من الربح كده برضه. فكل ده ولما جاء الإسلام أقروا هذا العمل واستمر العمل عليه بالإجماع بعد ذلك. وأنفذت معه عبدها ميسرة، وأركانه ستة، أركان عقد القراض ستة: مالك وعامل، اللي هو طرفي العقد المالك والعامل، والمال اللي هو هيشتغل فيه ده نمرة ثلاثة، وعمل اللي هو ايه المجهود اللي هيبذله مش كده، وربح وصيغة. يعني لو قعدت فصصته تلاقيها هي كده، مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة، ادي الست، وكلها تعلم من كلام المصنف. قال الشبرمي اللسي: وفي عبد العمل والربح من الاركان تسمح، لانهما لا يحصلان الا بعده. يعني بيقول لك ان العمل والربح دول بيجوا بعد العقد، فازاي تحطهم وتخليهم من اركان العقد؟ ده هم جايين نتيجة عن العقد. فده يقول لك ده نوع من المسامحة، يعني مشيها مسامحة، لكن من حيث يعني الدقة ما كانوش حقهم يبقوا تبع الأركان، لأن دول ثمرة العقد وليسوا ركن العقد. واضح؟ لأنهما لا يحصلان إلا بعده، يعني بعد عقد المضاربة. الضمير هنا يعود على عقد القراض أو المضاربة. اللهم إلا أن يقال أن المراد وذكر عمل وذكر ربح. المراد يعني أنك أنت تذكر أنك أنت تولى تاجر فيه، وأنك أنت تذكر له نسبة الربح قد إيه بينهم. فالذكر ده في حد ذاته هو ده اللي ركن، لكن العمل نفسه ده ناتج عنه. خدت بالك ايه بقى؟ علشان ايه؟ يقول لك لو واحد اعترض ترد عليه بالطريقه دي. خدت بالك؟ الا ان يقال ان المراد وذكر عمل وذكر ربح، لانه لابد لصحه العقد من ذكرهم. وشرط في المالك ما شرط في الموكل. شوف انت بقى ايه ايام قرينا الوكاله، ان يشترط في الملك التام وحريه التصرف والاختيار والرشد، حاجات بقى اللي احنا قلناها ايه قبل كده في الموضوع. وفي العامل ما شرط في الوكيل، لأن القراض توكيل من جهة المالك وتوكل من جهة العامل. وشرط في المال أن يكون نقدا خالصا، كما أشار إليه المصنف بقوله أن يكون على نقد
من الدراهم والدنانير. والنقد اللي هو النقد يعني اللي هو العملة يعني. لأن ممكن تبقى في دراهم ودنانير معمولة خواتم، معمولة زينة، معمولة حلق، معمولة عقد، معمولة حاجة. زي ساعات يجيب لك الجنيه الإنجليزي ده ويحط له العقد. أو ده مش نقد. لكن لو خدته كده لوحده كده من غير ما يبقى عقد ولا يبقى رويشة اسمه نقد. لكن لو تحول إلى زينة بقى حلي. عشان كده قال الفرق بين النقد والحلي. وأن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. لازم يبقى معلوم جنسا يعني ذهب ولا فضة، وقدرا كميته قد إيه، وصفة دينار رومي ولا دينار إسلامي ولا دينار كويتي ولا دينار إيه بقى، حدده. فهمت إزاي؟ وأن يكون معينا بيد العامل، يعني يبقى إيه، يبقى في إيد العامل واخده وشايفوا ان هم دول اللي هيتاجر فيه. واخد بالك؟ مش تقول له مثلا روح خده من واحد صاحبي وتاجر لي فيهم، ما ينفعش. لا، تعالى ضم له كده، تضم له قدامه كده رزمه عشان ياخدها ويبتدي يشتغل. واضح؟ وشرط في العمل كونه تجاره، ما ينفعش تقول له خد المال ده في عقد القراض يعني، وتقول له صنعه لي وبيعه، هات قماش وفصله بدل وبيعه. لا، ده صناعه بقى، دي مش تجاره، صناعه. الصناعه ما ينفعش فيها القراض. القراض تجاره، تقليد مال. واخد بالك؟ وشرط في العمل كونه تجاره، والا يضيقه على العامل كما سياتي. وشرط في الربح أن يشرط للعامل منه جزء معلوم منه بالجزئية كنصف وثلث. وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع كنحو قارضتك أو عاملتك في كذا على أن الحق بيننا. فيقبل العامل قبل لفظا، ويجوز تعدد كل من المالك والعامل. يعني ممكن يبقى احنا الاثنين لنا رؤوس أموال، نجيب عامل واحد نشغل لنا مالنا. واخد بالك؟ وياخد هو برضه نصيبه من الربح، وبعدين الباقي احنا بنصيب راس المال. وممكن احنا الاثنين نجيب اثنين عمال يشتغلوا مالنا. يعني يتعدد العامل ويتعدد المال، ممكن يبقى ثلاثه وهكذا. عشان كده ساعات بتعمل يقول لك ايه شركه مساهمه، يعني عدد كبير من الناس حاطين رؤوس الاموال وناس تانيين قاعدين بيتاجروا، تمشي بقى. ويجوز تعدد كل من المال، تعدد كل من المالك والعامل. فللمالكين ان يقارض واحد واحدا، او فللمالكين او للمالكين على اساس اثنين او مجموعه، ان يقارض. اما قال يقارض يبقى للمالكين عشان حط الف التثنيه. كويس؟ واحدا. ويكون الربح بعد نصيب العامل لهما بحسب المالين. فإن كان مال أحدهما 200 ومال الآخر 100، وشرط للعامل نصف الربح، اقتسم النصف الآخر أسلافه، واحد ياخد ثلثين والثاني ياخد ثلث. فلو شرط خلاف ما تقتضيه النسبة فسد العقد. طب لو شرطوا إن نسبة الربح بين أصحاب رأس المال مش بنسبة مالهم، يبقى العقد فاسد. لأن هنا بقى بداية الخلاف، هيجي بداية الخلاف. بعد شوية هيروح يشتكوا بعض. أنا حاطط 1,000,000 جنيه والتاني حاطط 100,000، ويقول لي إن هم عايز ياخد من الربح قد أدي. حتى لو اتفقنا في أول العقد، يبقى دي بذرة تؤدي للخلاف. يقوم يجي الشرع الأول يقول لك ده عقد باطل، عشان ما يوافقش على بذرة الخلاف. فهمت بقى؟ وللمالك أن يقارن اثنين متساويين أو متفاضلين في المشروط. يعني ممكن إن أنا المالك أو عندي إيه 1,000,000 جنيه، جبت اثنين عمال، اديت لكل عامل منهم 500,000، قلت له أنت تاجر بدول وليك نصف الربح، واديت ال 500,000 التانيين اللي هو عامل تاني، قلت له تاجر وليك تلت الربح.
يرد، واخد بالك؟ يعني مش شرط ان انا لازم يعني والاثنين العمال نفس نسبة الربح، لان ممكن يكون اللي وجهة نظر اللي بديله النصف ده خبرته اكتر في السوق، واللي بديله تلت الربح ده لسه بيجرب نفسه او انا ما جربتوش، فهمت بقى؟ فممكن تبقى حكايات الطريقة دي. المهم ليش عن تلت او نص؟ 20% 10، المهم تتفقوا هو الواجب. المهم انتوا تتفقوا على نسبة معلومة والتاني يوافق عليها. خدت بالك؟ لان مفيش اجبار اصلا. مفيش الزام، قاعدين مع بعض في مجلس بنتفق. فاذا اتفقنا صلحتنا. ما اتفقناش يبقى خلاص مش مشكلة. مفيش هيبقى في عقد. واخد بالك؟ وللمالك ان يقارن اثنين متساويين او متفاضلين في المشروط لهما من الربح، كان يشرط لهما النصف بالسويه او لاحدهما ثلث الربح وللاخر ربعه، سواء شرط على كل مراجعه الاخر ام لا، وسواء شرط ان العمال الاثنين يبقوا يراجعوا بعض وهما بيشتغلوا في المال، او ان كل واحد يشتغل بحريته كل اللي تمشي. واضح؟ ولا يعامل العامل المالك ولا وكيله. العامل بقى اللي رايح ياخد المال بتاعي ده وهيتاجر، ما يجيش يبيع لي انا بقى وانا مالك ويكسب مني، فما يعاملنيش انا. فهمت بقى؟ ولا يعامل العامل المالك، فما يجيش يعامل المالك اللي هو ايه صاحب المال في المعاملات التجاريه المتعلقه بتنميه هذا المال. فهمت ازاي؟ لازم يبقى طرف اجنبي. ولا وكيله، ولا الوكيل بتاعي كمان، لان الوكيل بتاعي يمثلني بقى. ولا مأذونه، ولا واحد انا اذن له انه يشتغل معايا كسكرتير بتاع مدير منزل، قعده معايا، ده اسمه مأذون، انه يتصرف في المنزل بتاعي، يجيب الطلبات، يشوف ايه اللي ناقص، يصلح الحاجات العطلانة، فيقوم ايه يعامل المأذون بتاعي ده، ما ينفعش برضه، يبعد عنه خالص. بخلاف مكاتبه، لو انا عندي عقد شاري نفسه مني، لكن العقد ده ليه تجارة في السوق وبيشتري نفسه مني بأقساط، ممكن يتعامل معايا، لأنه هو العقد ده على وشك يبقى ايه اجنبي عني لما يخلص اقساطه. فاهم؟ بخلاف مكاتبه، ولا يمول نفسه من مال القرار، والعامل كمان ما يمولش نفسه من مال القرار، يعني ما يصرفش على نفسه من مال القرار. ياكل ويشرب ويكسى عياله ودخول المدارس، يدفع مصاريف العيال، كل ده من مال القرار العامل يدفعه، ما ينفعش لان ده نصيبه من الربح. فما ينفعش يمول نفسه من مال القرار. فاهم؟ ولا يمول نفسه من مال القراض. عشان تعرف بس ان كل بتوع الشركات توظيف الاموال لما خدوا فلوس الناس واشتروا بيها عربيات ليهم وقصور وعزموها، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ابتدوا يضحكوا على الناس يدوهم بتاع بعقد باطل، لان مولوا نفسهم من مال القراض، فما كانش يمول نفسه. انت تمول نفسك يا عامل من الربح، من نصيبك من الربح، هو ده مالك. تشتري بعمارة، تشتري باللي انت عايزه بقى، انما مش تاخد صلب المال بتاعي وبتاع الملاك وانت تعيش بيه عيشة الاغنياء، وبعدين حلاني بقى لو تقول لي في الاخر ان المال بتاعك خسر، ما تسمعش الكلام ده، دي مش امانة. فكل العقود بتاعت الريان والسعد والحاجات دي كانت عقود باطلة، انه خدوا فلوس الناس وعاشوا ايه فوق سور. واخد بالك؟ ما ينفعش. ولا يمول نفسه من مال القراض وعليه فعل ما يعتاد فعله، كطي ثوب ووزن خفيف كذهب. تقول له ان هو من حقه انه يشتغل في المال بتاعك لما يعمل، اذا كان هو يشتغل في تجاره الاسواق، يطبق الاسواق ويرص الاسواق ويحطها في الرفض، دي حاجات عاديه، دي متعلقات عاديه. أو يوزن مثلا الذهب اللي هو العملة اللي بيتاجر فيها عشان يضبط الأسمان
ويعرف هيدفع هنا كام ويدفع هنا كام، يعمل الحاجات. قول وهو أي القرار، وقول مشتق من القرض بفتح القاف وكسرها، وإنما اشتق منه مع أن كل منهما مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر لأن الأول مصدر مزيد اللي هو الاقتراض والثاني مبرد اللي هو القرض. والمزيد يشتق من المجرد. وقول وهو القطع، تقول قرضت الثوب قرضا إذا قطعته بالمقراض، وإنما كان القراض مشتقا من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها وقطعة من الربح، فعلشان قطع من مال جزء وقال يشتغل فيه وقطع من ربح هذا المال جزء، وبالتالي العامل ففي نوع من القطع، والقطع جاي من القرض، واخد بالك؟ فأدي سبب يعني التسميه. قوله هو شرعا عطف على لغة، وقول دفع المال مالا للعامل يعمل فيه والربح بينهما، دفع المال إلى آخره أي مع الصيغة، ولو قال عقد يقتضي دفع المال لكان أولى، لما يقول عقد عشان إيه كأنه يشير الصيغة لأن القراض اسم للعقد لا للدفع، حتى لو حلف لا يقارب حنث بالعقد. ويؤخذ من هذا التعريف الأركان الست، يعني هو فاهم بيقول لك إن القراض ده اسم للعقد وليس للقرض نفسه، للقرض. عشان كده لو حلف ألا يقارب أحد يحنث بمجرد أن يعمل عقد قراض، واخد بالك؟ لأن القراض ليس هو الدفع بل هو العقد أصلا. ويؤخذ من هذا التعريف الأركان الستة، فقد اشتمل على المالك والعامل والمال، وقوله ليعمل فيه إشارة إلى العمل، وقوله والربح بينهما تصريح بالربح، والدفع لا يكون إلا بصيغة وليس فيه ذكر الصيغة صريحا، ولو ذكر العقد كما قلنا لكان فيه تصريح بها. قول وللقرار أربعة شروط، أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي أكثر من ذلك كما علم من مضى، لأن هي شروط الأول متعلقة بالعامل، وشروط متعلقة بالإيه بالمالك، مش كده برضه؟ وشروط متعلقة بالصيغة، لازم تبقى الصيغة مفهومة للطرفين، مش يبقى أنا بقى إيه بخلي العامل بتاعي يشتغل وهو لا يجيد العربية واعقد معاه الصفقة باللغة العربية وهو أصلا هيتكلم إلا الإنجليزية، وما ينفعش، لازم الصيغة تكون مفهومة للاثنين. يعني كل هذه شروط معروفة ضمنا بقى، تعرفها في الوكالة وفي عقود البيع والحاجات دي كلها. عشان كده هو جاب لك الشروط المتعلقة بالقراض بس اللي هي الستة دول، لكن في شروط تانية كتيرة تفصيلية بقى، فاهم؟ قالوا أحدها أي أحد الشروط الأربعة، وقالوا أن يكون على نقد، نقد بمعنى منضوب، يعني نقد أي منقود، يعني عملة متداولة، يعني عملة متداولة، هذه المعنى، عملة ذهبية أو فضية متداولة، ده أصل المذهب. بعد كده العلماء واستعواه وخلوها حتى على العملة الورقية باعتبار إن هي ما بقاش الذهب هو أصل الاقتصاد العالمي. ثم بين ذلك بقول من الدراهم والدنانير، فيشترط في المال الذي هو احد الاركان ان يكون من النقد المضروب، المضروب اللي هو ايه؟ اللي هو المسكوك عمله، ادي معنى المضروب اللي هي مصلحه سك العمله، يعني بتضرب في ايه؟ العمله، واضح؟ بأن يكون من الدراهم أو الدنانير، ويشترط أيضا أن يكون معلوما جنسا، جنسا اللي هو قال لك قبل كده إيه جنسه إيه؟ هيبقى الدنانير ولا دراهم، وقدرا عددها قد إيه؟ وصفة زي ما قلت لك إذا كانت في دراهم مثلا
أوروبية إذا كان في دراهم عربية، إذا كان في دنانير أمريكية، إذا كان في دنانير لكي يعني أحدده كمان الصفة بتاعتها. فلو كان مجهولا جنسا أو قدرا أو صفة لم يصح، والشرط الثاني ومعينا، فلا يصح على إحدى الصورتين، لازم نعينها. يعني أنا حطيت له قدامي صورتين فلوس، أقول له أنت هقرضك على إحدى الصورتين دول علشان تشتغل فيه، ما ينفعش إيه إحدى دي؟ تقول لي على دي، تمشي تبقى معينة. واخد بالك؟ يبقى لازم كمان يشترط أن يكون معينة. ولو متساويتين إلا إن عينت إحداهما في المجلس، ممكن يقولوا على إحدى الصورتين في أول المجلس في أول الكلام على العقد، وبعدين بعد ما يخلصوا العقد في آخر المجلس يقول له خد دي تمشي. إنما ما ينقضيش المجلس ولسه ما حددوش، ما ينفعش. إلا إن عينت إحداهما في المجلس لأنه حريم العقد، يعني محيط بالعقد، أدي معنى حريم العقد. وحريم الشيء له حكم وهو حريم له. فالواقع فيه كالواقع في العقد، الواقع في المجلس يعني كالواقع في العقد. وكذلك لو كان على مقدار معلوم لذمة المالك ثم عين في المجلس، كان قال قارضتك على 100 ريال مثلا في ذمتي ثم عينت في المجلس لا على دين، وما ينفعش مطلقا، يعني ما ينفعش يبقى الإدراد على دين ولا على منفعة، منفعة خدمة مطلقة، وبيد العامل، ولازم يبقى المال تدي للعامل، يبقى في ايده عشان ياخد حرية التصرف. يعني يقول له قررتك على أن تدرس لأولادي مادة مثلا ساينس، اسمها منفعة مش تجارة، أو على أن تعالج أولادي ولو احتجت جراحك اعمل ذلك، وهو بيتكلم طبيب. ما ينفعش، ده مش عقد اضطراري. ما ينفعش، لان دي منافع، واضح؟ خدمات يعني. ما تبقاش الحكايه خدمات. وبيد العامل فلا يصح بشرط كونه بيد غير العامل، ولازم يبقى المال ده في يد العامل. ما ينفعش كمان يقول له على فكره المال اللي انت هتتاجر فيه تلاقي بيت فلان، كل ما تحتاج تبقى تروح له وتاخد منه، ما ينفعش. لازم يبقى عنده تصرف. كالمالك ليوفى منه ثمن ما اشتراه، ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل، لأنه قد لا يجده عند الحاجة. قوله الخالصة قيد في الدراهم والدنانير، قوله فلا يجوز القرار على تبر ولا على حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس، تفريع على مفهوم قوله أن يكون على نار إلى آخره، وإنما لم يجوز الاضطرار على ذلك لأن الاضطرار إضرار، إضرارا يعني في نوع من الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقود الغرر مطلقا. عقود الغرر هي العقود الغير واضحة اللي ممكن يطلع فيها نوع من الظلم الغير باين الغير واضح، فيسمى عقد غرر. والنبي نهى عن بيع الغرر ونهى عن عقود الغرر. فالقرار في حد ذاته ده نوع، فيه نوع من الغرر. فلما كان فيه نوع من الغرر يبقى لازم يقيد بقيود كثيره عشان يحل، لان هو اصله حرام. كانه ربنا سبحانه وتعالى بالرغم ان هو اصله حرام الا ان ربنا اجازه للحاجه. فلما اجازه للحاجه الضروره تقدر بقدره، فتكثر القيود بقى، لانه على خلاف الاصل. واضح؟ لأن الأصل إن المالك يتصرف فيما يملك، لكن هنا العامل يتصرف فيما لا يملك، هو على خلاف الأصل. فهمت بقى المسألة؟ طب وليه لجأنا ليه؟ لحاجة الناس، لأن قد يكون المالك لا يحسن التصرف، والعامل ليس لديه مال. فهمت بقى المسألة؟ لأن في القرار إغرارا لكون العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج لكل حال وتسهل التجارة. مش تخش معاه على حاجة مش رايدة يتاجر فيها، ولا حاجة نادرة الحصول، ما ينفعش. قالوا على تبر هو كسارة الذهب والفضة،
إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما من ترابهما، لو هم يجوا دي من المناجم يعني. وقول ولا على حلي أي كفلخال وسوار ونحوهما، فلو قارضت المرأة على حليها لم يصح. وقول ولا مغشوش محترزا محترز الخالصة، نعم إن كان غشه مستهلكا غير متميز كدراهم مصر، زار القائم المستعملة في مصر أيام الشيخ البيجوري كانت شدودة خالص، كانوا حاطين عليها حاجة تانية، واخد بالك إزاي؟ لكنها فيها قبول عام مستعملة خلاص. نعم إن كان غشه مستهلكا غير متميز كدراهم مصر صح القرار عليه في الأصل. في الأصل يعني دليل إن في مقابل الأثر يقول لك إيه لا يصح، لأنها غير مغشوش، لأنها غير خالص. قول ولا عروض أي كالنحاس والقماش ونحوها، لأن كان في بعض اللي هي عملات نحاسية والقماش دي عروض تجارة، ما ينفعش أديله شوية إيه مالي عبارة عن مخزن قماش وأقول له تجر لي فيه مخزن قماش، لا أنت بقى بيع مخزن القماش ده وحولوا له إلى ناض واديله تاجر في الناض ده. وقول ومنها أي العروض، وقول الفلوس أي الجدر، فهي عروض لأنها قطع من النحاس، وكانوا يسموا الأوراق المالية دي المكتوبة يسموها الكاغد، الكاغد في كتب الأحناف اللي هي ابن عابدين في حاشية ابن عابدين وكمال ابن المهاب في الأحناف يسميها الكاغد، اللي هي الورقة اللي ماضي عليها الحاكم بأنه يضمن لحاملها ان يديله مبلغ كذا. يسموها الكاغد، كانت موجوده برضه معمول بيها زمان. واخد بالك؟ بس هي تمثل الذنب. فكانوا يسموها الكاغد، لما تقرا كتب الاحناف تلاقيها كلمه الكاغد. دلوقتي انت مش بتقول عليها العمله الورقيه. لانها قطع من النحاس، ومن جعلها من النقد اراد كونها يتعامل بها كالنقد، كقولهم نقد البلد. ما يتعامل به فيها كالودع والقرض ونحوه. قول والثاني اي من الشروط الاربعه، وكان الانسب بقول احدها ان يقول وثانيها، وقال احدها كان حقه ثانيها، لكن قال احدها وبعدين قال والثاني. فهم؟ قول ان ياذن رب المال اي مالكه، وقول للعامل متعلق بياذن، وكذا قول في التصرف اي في البيع والشراء على وجه التجاره. فلا يصح شراء بر يعني قمح يطحنه يبقى دقيق ويخبزه وبعدين يبيعه، يعني فرن بلد يعني ما ينفعش، لان دي صناعه مش تجاره. كويس؟ او غزل يمسكه ويبيعه لان ذلك عمل مضبوط يستاجر عليه لا يسمى تجاره، يبقى مصنع بقى، فهمت؟ ما يبقاش تجاره. ويؤخذ من الابن اعتبار الصيغة، لأن التجارة أصلا تقليب المال، تشتري وتبيع تشتري وتبيع تشتري وتبيع، إنما ما يدخلش هل دي أصناع، لو دام أصناع ما كانتش تجارة. فهمت بقى؟ لأن تعريف التجارة هي تقليب المال لغرض الربح، تقليب المال لغرض الربح. ويؤخذ من الابن اعتبار الصيغه وقد مر الكلام عليها. قول ابنا اشار الشارع بتقديره الى ان قول المصنف مطلقا وما عطف عليه وهو قوله او فيما لا ينقطع وجوده غالبا صفه مصدر محذوف مفعول مطلق فالشر مردد بين امرين، ان ياذن له التصرف اذنا مطلقا اي غير مقيد بنوع، او فيما لا ينقطع وجوده غالبا، لانه فيما لا ينقطع وجوده غالبا ده كأنه مطلق برضه لأنه كتير في السوق. فهمت بقى؟ أي أو مقيدا بنوع لا ينقطع وجوده غالبا، وحاصله أن لا يضيق العمل على العامل بأن يطلقه أو يقيده بنوع لا ينقطع غالبا. قول فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل تفريع على مفهوم الشرط على ما تقرر، وقوله أن يضيق التصرف على العامل ومنه معاملة شخص معين كقوله ولا تشتري إلا من زيد،
برضه ما ينفعش، ولا تبع إلا له برضه ما ينفعش، وشراء سلعة معينة ما تشتريش إلا السلعة الفلانية تجري فيها برضه ما ينفعش، كقولي ولا تشتري إلا هذه السلعة، لأن المقصود من القراض حصول الربح، وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقل. قولي لا تشتري شيئا حتى تشاورني برضه ده قيود ما تنفعش. فلازم يبقى محدد له مثلا مجال اللي بيشتغل فيه، مثلا يشتغل فيه ما يقول له المجال ما يجراش حاجه، مجال القماش، لكن ما يقولوش القماش الفلاني اللي مصنوع في الحته الفلانيه اللي هي متعلق بقى ايه؟ باستيراد وتصدير وحركه النقل العالميه، طب ما كده انت بتغلب نفسك. انما بتقول له التاجر كده في القماش يمشي. انما القماش الياباني لا ما ينفعش. قول له ماشي لا اي حاجه. فهمت بقى؟ طب لو بنصحه يا دكتور يقول مثلا تعامل مع ده وما تتعاملش مع ده، نصيحه مجرد نصيحه بس. لا الزام. ما يلزموش. تبقى اسمها نصيحه، النصيحه لا الزام فيها ما تبقاش شرط. النصيحه لا الزام فيها. واخد بالك؟ انما الشرط ده فيه الزام. ما تشرط. كقولي لا تشتري شيئا حتى تشاورني فقد ضيق عليه القصد، لكونه لا يشتري شيئا حتى يشاوره فقد لا يجده حين الشراء. وقول ولا تشتري الا الحمق البيضاء اي في محل ينظر بدا فيه، فان كان في محل لا ينظر بدا فيه كالصعيد، زار ايام صعيد، ايام شيخ الدروي كان في صعيد مصر بيعملوا القمح الابيض بيزرعوا كتير. قال لك لو حته كتير فيها خلاص جاز. لكن يجي البحر ما بيزرعوش الا القطن مثلا ويقولوا الحنطه البيضاء وهم قاعدين في الدلتا. ما ينفعش. وقول مثلا اي او الياقوت الاحمر او الخير البلق. قول ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا، قول هنا او فيما اي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا اي في نوع، فعلم من هذا انه او فيما لا ينقطع وجوده غالبا عطف على قوله مطلقا، فعلم من هذا انه لا يحتاج في الاذن الى ذكر ما يتصرف فيه لانه يكفي الاذن المطلق، فان ذكره اشترط الا يكون مما ينظر وجوده غالبا. قول او فيما اي في نوع اي كالبر والثياب ونحوه، يعني ممكن يحضر له نوع يتجد. فهمت؟ وقول لا ينقطع وجوده غالبا لأن لا ينقطع أصلا أو ينقطع نادرا فهو صالح لصورتين، لأن غالبا راجع للمنفي والنفي تتوجه على مقيد بقيد، صدق بنفي المقيد ونفي القيد، وإن كان الغالب انصباب النفي على القيد. قول أي من التصرف، لو قال أي في التصرف لكان أولى، وأشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف في التصرف مسلط على المعطوف كالمعطوف عليه، وإلا فلا حاجة إليه، فيكفي الاقتصار على قول أي في شيء، وهو تفسير لقوله فيما، وأشار فيما يعني في شيء، ما هنا موصولا معنى شيء يعني لا ينقطع ولا، وأشار به إلى أن ما نكر موصول. فقول لا ينقطع وجوده غالبا صفة لما، ولو أذن فيما يعم وجوده فانقطع لم ينفسخ العقد. قول فلو شرط عليه شراء شيء ينكر وجوده تفريع للمفهوم، وقول كالخيل البلق وكالياقوت الأحمر، وقول لم يصح أي أنه لا يحصل منه ربح غالبا. كويس؟ ونقف على الشرط الثالث نكمل المرة الجاية إن شاء الله. يعني نوع من الخيول النادرة. النادرة. يبدو إن هي نوع من الخيول البيضاء الناصعة أو اللي ليس فيها لون مختلف معانا أو شيء من، يعني نوع من إيه من الحاجات النادرة. والله تعالى أعلى وأعلى. أيوة اتفضل. هي تحت حضرتك اللي هو الحتة اللي فيها حريم العقل.
ان المجلس اللي بيتم فيه العقد ده محيط بالعقد، حريم الشيخ يعني يحيط به، فلو حكم العقد بحيث اننا لو اتفقنا على العقد القرار ولم نعين المبلغ في اثناء الكلام، لكن على اخر المجلس حددت لك المبلغ انعقد العقد. فهمتني ازاي؟ لانه المجلس كله كانه هو كل العقد. فهمتني؟ ده مش الكلام اللي حصل جوه البلد. ادي المعنى الكلام. حريم العقد لو حكم هو حريم له. يعني ما يحيط بالشيء لو حكم الشيء نفسه. عشان كده يقول لك ان المساحه اللي حوالين المسجد متحوطه ولو كانت حديقه لا حكم المسجد، فيحرم للحائض ان تلبس فيه، لان حريم الشيء لو حكم هو حريم له. طالما داخل سور المسجد. الحرم ده يعني مثلا حريم الشيء يعني. واخد بالك؟ يعني الحاجه المتعلقه بالشيء زي جلده المصحف. لا يجوز مس جلده المصحف الا للمتوضع. لانها بقت حريم للمصحف، تاخد حكم. تاخد حكم المصحف. جلده المصحف. فهمت؟ حريم الشيء ده حكم هو حريم. دي قاعده كده قايلها في الشفاء والنظر وليها بقى ايه فروع كتير. في الفقه. ايوه في الغرض اللي هي نوع من ايه؟ من الإجمال في العقد، يعني عدم ذكر التفاصيل التي ينبني على عدم ذكرها ظلم أحد الأطراف. هذه يسموه غرض غش. خد بالك ازاي؟ يعني عامل كده بند في العقد مش واضح. علشان أعرف أحجب لك من البند ده وقت ما أحب أحرمك من الربح. فسره بطريقتي لانه مجمل يحتمل كذا تفسير. فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك ممنوع ان يبقى العقود فيها الفاظ مجمله، لازم تبقى الفاظها مبينه واضحه. واخد بالك ازاي؟ وده اللي جرى معانا اليهود على المستوى السياسي في الاتفاقيات والمفاوضات، يلعب لك في لفظه، لكن اللفظه دي معناها كذا، ويجيب لك القاموس ويكتبه. طب ما القاموس تحتمل معاني كتير، طب ليه انت تختار لفظه تحتمل معاني كتير؟ يبقى انت بقى بتلاوع. يبقى دي كلها اتفاقيات هي غرض. واضح؟ والله تعالى اعلم واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.